الحضور الذهني، التركيز العالي، اللياقة البدنية، التضحية، الروح العالية، الجرينتا. الهلال في المباريات والمواعيد الكبيرة كثيرة هي الأمثلة التي تدل على أنه من الصعب أن يكون لقمة سائغة مهما كان الفريق الخصم، حتى وإن كانت في سيدني، حتى وإن كانت في قلب أستراليا. مباراة ستنطلق. الرياض قائمة التحكيم في مباراة اليوم، علي رضا فاجاني الحكم الإيراني، بجانبه حسن كامرنيان، رضا سوغدانان الطاقم التحكيم الإيراني الذي يدير مباراة اليوم. بداية المباراة وبإذن الله المحاولة مبكرة لأصحاب الأرض، لكن التغطية، التدخل ناصر إلى تياغو، وتياغو يمر، تياغو على اليسار مع الفرج، الكرة زرقاء ونيفيز يحاول، لكن التغطية بالكعب، الله يا تياغو، لمسة للفرج، تمريرة على اليسار خطيرة، سلمى العرضية جميلة، خطيرة للزعيم، السطر الأول في كتاب النهائي الأزرق. تفضل على مستوى دوري الأبطال، تياغو بالتالي لمسة لسالم على جهة اليمين، سالم ينتظر مساندة مع تياغو، يلعب لنيفيز، تياغو يلعب كورة، لكن قادرين ولدينا الكثير من الثقة أنكم قادرين. زوري في مكان خطير، الزوري يلعب كورة ولكنها بعيدة، ضربة مرمى، ضربة مرمى، كرة الكرة بعيدة من جانب الزوري إلى ضربة مرمى. يا اللاعبين، يا يمر يا ياخذ خطأ، شوف بين ثلاثة أستراليين عدى منهم مر، الله على مهاراته، على طاقاته، وعلى تمريراته، وعلى روعة أداء. كرة في وسط الملعب، محاولة من جانب ياسر، طمعنا فيها أكثر، نريدها إلى الأمام أكثر، نريدها في المرمى أقرب، تعود لمسة باتجاه الزوري في مكان خطير، الزوري يصل للكرة عرضية والحارس يتدخل، يا إلهي خطيرة يا زوري، لمسة كانت قريبة يا زوري، كانت قريبة يا عبد الله، شوف اللقطة، كان عند الفرصة الآلية الآن تنفذ في مكان خطير، تياغو استقبلها، نيفيز بعيدة يا تياغو، بعيدة كانت صعبة، ضيعنا بعض الكرات اللي كانت قريبة من المرمى. كان قيمة اللاعب واسمه، فإن الهلال لا يتأثر بغيابه مهما كانت قيمة هذا اللاعب. كرة تصل لوسط الملعب عند تياغو، نيفيز لمسة باتجاه ناصر في مكان خطير، خلص الدفاع، تصل عند تياغو، لمسة لناصر، جميلة، آه يا ناصر، آه يا تياغو، الله على نيفيز، هذه التي كنت أريدها، هذه اللي كنت أنتظرها، وهذه اللقطة اللي كانت تحسم الأمور في شوط أزرق. آه طويلة الكرة للأمام، صافرة تنطلق من جانب حكم المباراة علي رضا فاجاني، ينهي أحداث الشوط الأول في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين سيدني الأسترالي والهلال السعودي. التعادل يخيم على الموقف بدون أهداف رغم الأداء الهلال الكبير في هذا الشوط. سيداتي وسادتي لا تذهبوا بعيدا، سنلتقي مع حضراتكم مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. أتحول بالكلمة للزميل حمد جاسم، ولكن بعد الفاصل. شكرا للزميل حمد جاسم. سيداتي وسادتي مرة أخرى نرحب بحضراتكم في الشوط الثاني من إيهابي نهائي دوري أبطال آسيا في سيدني الأسترالية، حيث انتهى الشوط الأول بين سيدني الأسترالي وزعيم القارة الهلال السعودي بالتعادل. الدفاع الأسترالي عودة بعد ذلك، طبعا تياغو نيفيز يدخل كمهاجم ثاني مع ناصر في بعض الأوقات، زوري على يسار، الزوري ينتظر مساندة، الزوري سيختار العودة، سلمان فرج، والكرة تصل لتياغو، لمسة جميلة، الزوري خطيرة، الزوري في كرة عرضية جميلة، الدفاع والزوري وكرة، الدفاع خلصها، يا إلهي خطيرة يا زوري، لازم تكون في المرمى ضروري، شوف اللقطة، شوف الهجمة اللي كانت قريبة، تميرة عبد الله حارس المرمى صدها في الأولى، الزوري وناصر بعد ذلك، سوتاغو نيفيز، الكرة ثابتة
تياغو يلعب الكرة الطويلة بعيد عن الزوري، تسرع فيها تياغو، وبعد ذلك ضربة مرمى، ضربة مرمى لأنتيكوفيتش. استراليا محاولة، ياسر أمامه في التغطية، أوكواك، وبعد ذلك عرضية، ديغاو تركها لستيري، وبعد ذلك سهل هدوس هدوء، مطلوب الهدوء، هذه غير مطلوبة. أنا طلبت منك الهدوء وأنت لا تسمع لي ستيري، لأنه مثل هذه اللقطات غير مطلوبة. لماذا تحتاج؟ الحكم يشير إلى بطاقة صفراء. كيريل يعتب على حارس المرمى، وبينه وبينه يمكن أكثر من 10 سنوات. لماذا تحتاج على مثل هذه اللقطات والكرة في يديك؟ احتاج لأنه اللاعب الأسترالي كان مندفع، والبطاقة الصفراء ربما كان مبالغ فيها. تلعب السبت القادم في الرياض. ياسر يلعب الكرة باتجاه تياغو، مر بشكل جميل، نيفيز عدى، تياغو محاولة تمرير كرة، سلمان في مكان خطير، هذه بعيدة، بعيدة سلمان، ما عليه سلمان، لا بس كرة بعد، ولكنه حتما سيأتي. السوري العربية، تياغو في مكان خطير، تياغو الاستقبال، تياغو يلعب الكرة، لكنها بعد ذلك سهلة لحارس المرمى. نريد أكثر قوة بالذات. الكرة الثابتة الخطيرة تنفذ، تصطدم في الجدار، عدت بسلام وإلى الدفاع الفريق الاسترالي، في العمق الاسترالي، لا تمر بالشكل المطلوب. اللمسة ما قبل الأخيرة، وفي بعض الأوقات كنا نحتاج إلى اللمسة الأخيرة. الكرة في وسط الملعب، التمريرة لبصعة صدري، لمسة وانطلاقة لجوليتش، عرضية خطيرة وفرصة، هدف استرالي لتومي يوريتش، هدف استرالي. كرة القدم تعاقب من يضيعها، عاقبت الهلال على إضاعة تلك السيطرة وتلك الفرص، لا بأس، سجلوا هدف ولا يزال عندنا الفرصة لنعود. الهدف الأول لتومي يوريتش. صدري يصل بعد سرحان في الدفاع الهلالي، وبعد هفوة من جانب الدفاع، كرة كانت عرضية، لاحظوا مرة أخرى التحرك من جانب جوليتش، الكرة العرضية، سرق الكرة من بين زوري وديغاو، تومي يوريتش سرق الكرة من بينهم، وصل إلى مرمى صدري ووضع الكرة في مرمى الهلال. يسجل صدري الأسترالي هدفه الأول في يقوم بتغطية صاحب الهدف يوريتش. الكرة العربية خطيرة، ولكن الدفاع يتدخل، وبعد ذلك ركنية أخرى لسيدنا، ركنية أخرى كانت خطيرة جدا على مرمى ستيري، ثابت في مرمى ستيري. لاحظ الكرة الأخيرة، خلاص سعود كان في رالي سالم، سالم يلعب الكرة للفرج مرة أخرى، تنفيذ الكرة كالمعتاد، تصل عند تياغو، نيفيز يلعب الكرة العرضية خطيرة وتبعد بعد ذلك، لا زالت قريبة، وفرصة باتجاه بنتالي، لمسة وناصر قوية لكنها فوق المرمى، ثم لمسة يد، حكم المباراة لم يشير إلى شيء، تسديدة ناصر جاءت فوق المرمى بقدر ما كانت قوية، بقدر ما كانت بعيدة. ضربة مرمى لسيدني، لاحظوا مرة أخرى محاولة بنتلي، لم تكن لمسة يد متحث الحل. الكرة الهلالية تصل إلى ناصر، تغطية والتدخل، الدفاع خلصها من أمام سلمان، مرة أخرى يبعدها الدفاع الأسترالي، ديغاو، ديغاو كرة هفوة من جانب الدفاع، كواك أمامه، كواك في التغطية، الأخطاء غير مقبولة، الكرة تبقى أسترالية، خلصها كواك، ممتازة من جانب كواك، بالكعب جميلة من تياغو، نيميز بنتالي، سالم مرتدة، مساحة انطلاقة مع سلمان على اليسار، الكرة تصل باتجاه الفرج، خطيرة، الفرج على جهة اليمين، كرة بعيدة، بعيدة يا سلمان، في موعد هام، أريدك أفضل مما أشاهد، الكرة ضاعت من الفرج، أعتقد ورقة نواف أصبحت مطلوبة ريجي، هذه لقطة كانت خطيرة، لحسن الحظ لم تصل. ديغاو يلعب الكرة طويلة باتجاه الزوري في أقصى الجهة اليسرى، ضغط من جانب الزوري، خطيرة من الزوري، وكرة، قلت أنهم مرتبكين، قلت عندهم مشاكل في الدفاع، علينا مواصلة الاندفاع، والهدف سيأتي في أي لحظة. العابد عند بنتيلي، لمسة لبنتيلي، تياغو، نيفيز، تحرك الزوري على اليسار، الزوري في مكان خطير، جميلة للزوري، وسالم براز، على كرة لا تضيع يا سالم، على لمسة لا تضيع يا سالم، لكن الحلم لن يضيع إن شاء الله يا سالم، خطيرة كانت، المرمى كان
تبعد تصل عند نواف العابد آخر دقيقة ونصف على نهاية المباراة. تياغو في مكان خطير نيمز، ولكن حارس المرمى يصل. تياغو كان يريدها للمرمى. وسالم وصل، وسالم مرر، والتمريرة ترد، ولمسة سالم جميلة. حارس المرمى خلصها. اسعود إلى تياغو، نيمز لياسر، عرضية خطيرة غير معقول، غير معقول ما يحدث يا هلال، محال إذا فرص بهذه الوضعية. يا إلهي، أكثر من كورة كانت عبارة عن هذا التعادل. نيفيز يعود خطوتين للوراء، نيفيز أمام كرة ثابتة، تياغو لقطة هدف، تياغو يلعبها في الجدار واصطدمت، وبعد ذلك صافرة انطلقت والكرة اغتالت الهلال في أفضل الأحوال، واختارت الإسرائيليين فقط في الذهاب، ولكن في الإياب هنالك كلمة الحسم أمام 70,000 وفي الإياب سيدان.